وسلم وبارك عليه وعلى صلوات الله تاب شاء أشرف الرسل الأطيب وتعم على جمعان ما بدا نور الكواكب صلوات
نفسه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والبراد أحمده على ما منع من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي دائمهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي أجعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقول وخلاصة إكسير سر الوجود ما بحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عجوزا حسن ما حييت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالحق والعلا لا تشهد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراجي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نبي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبناء الأرض والسماء أنبوه في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا Yeah.
الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله